بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 84. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول في سورة الضحى، كيف نزلت هذه السورة وما مناسبة نزول والضحى والليل إذا سجى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تأخر نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك. تكلم الكفار والمشركون، قالوا ما نرى ربك إلا قد قلاك، يعني أبغضك. الله جل وعلا أنزل هذه السورة وبين أنه سبحانه ما أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قلاه، وإنما تأخر الوحي لسبب كان عند الرسول، وهو أنه كان عنده أو تحت سريره جرو كلب، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، فأمر به فأخرج، فعاد إليه الوحي صلى الله عليه وسلم وقرت عينه بذلك. والضحى والليل إذا سجى، هذا قسم من الله بالنهار والليل، لأنهما من أعظم آيات الله عز وجل، والله يقسم من خلقه بما يشاء، وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله قد كفر أو أشرك. لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض الناس يا شيخ وبعض الشباب هداهم الله في الشوارع يسرع سرعة جنونية فيؤذي المارة الذاهبين إلى المساجد أو إلى أعمالهم، ما حكم هذه السرعة؟ يسرع يعني بالسيارة؟ بالسيارة. لا يجوز هذا، لأن هذا فيه ترويع للناس وفيه تعريض لنفسه وللناس للخطر. لا يجوز الإسراع بالقيادة، ولا يجوز ترويع الناس، بل على المسلم أن يرفق بنفسه ويرفق بالناس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الأخذ بالأسباب، وهل ينافي التوكل على الله وعبارة حديث اعقلها وتوكل؟ نعم، لابد من الجمع بين الأمرين، الأخذ بالأسباب النافعة مع التوكل على الله، فلا يقتصر على التوكل ويترك الأسباب، ولا يأخذ بالأسباب ويترك التوكل، وإنما يجمع بينهما. هذا هو شأن المؤمنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الأسباب وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام، فلابد من اتخاذ السبب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: ما معنى حديث لعن الله من خبب امرأة على زوجها؟ نعم، معناه أنه يفسد الزوجة على زوجها بأن يسبه أو يتنقصه عندها حتى إنها تنفر منه، حتى تنفر منه وتطلب الطلاق أو تبغضه. هذا هو التخبيب والعياذ بالله. نعم. يقول هذا السائل أبو إبراهيم: الشيخ، ما رأي الشيخ صالح في تطويل خطبة الجمعة، وما السنة في الخطبة والصلاة؟ تطويل خطبة الجمعة مخالف للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم حث على إقصار الخطبة وإطالة الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: أطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. هذا هو الهدي النبوي وهذا هو السنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. بعض الناس على العكس، خصوصا بعض الشباب هداهم الله، فإنه يطيل الخطبة ويذهب يمينا وشمالا ويذكر أحوال الدول والأمم، يريد أن يعدل الدنيا كلها في خطبته، وهذا مخالف للسنة. الخطبة يلاحظ فيها أحوال الحاضرين، ينبههم على الأخطاء التي يقعون فيها ويعلمهم أحكام دينهم مع الاختصار وعدم الإطالة. نعم. حديث: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. حديث
صحيح. نعم، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان كالآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. له استفسار عن حديث آخر يا شيخ، لو أمرت أحدا أن يسجد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. هذا لما قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد الناس الذين جاء من عندهم يسجدون لملوكهم تعظيما لهم، سجود تحية، ما هو سجود عبادة، سجود تحية. معاذ كأنه سأل الرسول عن ذلك، فنهى صلى الله عليه وسلم أن يسجد له، سجود تحية يعني أن يسجد له، وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. نعم. الشيخ هذه أم إبراهيم تقول في الحديث عن الله زائرات القبور، لماذا منعت المرأة من زيارة القبور وما السنة في حقها؟ لأمرين، أولا أنها تجزع إذا رأت قبر قريبها أو ابنها، ربما يظهر منها جزع وتسخط على موته، والأمر الثاني أن هذا يعرضها للفتنة بأن يغتنم الفساق هذه المرأة في المقبرة يؤذونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن زيارة القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور أو زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. نعم. تقول أم عبد الله، لماذا سميت الفاتحة بأم القرآن؟ أم الشيء هو ما ترجع إليه الأشياء، والفاتحة هي أم القرآن لأن سور القرآن والقرآن ترجع إليها وتفسرها. نعم. هذا السائل شيخ أبو سعد يقول لي صديق عنده طيور كثيرة حبسها في هذه الأيام في صندوق أو في صندقة فماتت من شدة الحر والعطش، هل يأثم وهل عليه كفارة؟ لا شك أنه يأثم، عليه التوبة إلى الله والندم على ما حصل منه، وليس عليه كفارة، لا يعود لمثل هذا. نعم. السائل أبو عمار يقول القول الصحيح شيخ في أكل الضب وأكل الضبع؟ القول الصحيح أن الضبع حلال، أنه حلال، لأنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم صيد هو؟ قال نعم هو صيد، الضبع صيد يؤكل، وكذلك الضب، قد أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فأقر الآكل على ذلك وهو لم يأكل منه، قال لأنه ليس بأرض قومه، يعني ليس بأرض الحجاز، وأجدني أعافه. نعم. هذا أبو سعد الشيخ يقول هناك أشخاص يختلسون من صلاتهم، ما معنى الاختلاس؟ نقص، معناه النقص والسرعة فيها وعدم الطمأنينة في الصلاة وعدم الخشوع في الصلاة، كل هذا ينقص الصلاة. نعم. يقول السائل أبو سعد شخص يأكل الثوم والبصل يوميا وبكثرة ويذهب إلى المسجد يا شيخ، لا يجوز له ذلك، إذا أكل ثوما أو بصلا فإنه يعمل على إزالة رائحته، فإذا لم تزل فلا يذهب إلى المسجد لأنه يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين. نعم. يا شيخ حديث الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، ما المقصود بكلمة الماهر؟ الذي يجيد القراءة والحفظ. نعم، هذا هو الماهر. نعم. له فقرة أخرى يقول عن الحج شيخ، كيف حج الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو مفرد أو متمتع أو قارنا؟ حج صلى الله عليه وسلم قارنا، قال الإمام أحمد رحمه الله لا أشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وذلك لأنه ساق الهدي من المدينة إلى مكة، ومن ساق الهدي من الحل فإنه لا يحرم إلا بالإفراد أو بالقران، ولا يحرم بالتمتع. نعم. يسأل يا شيخ أيضا هذا السائل عن صحة حديث أعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شرك. نعم، الحديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أعرضوا علي رقاكم ما لا بأس بها ما لم تكن شركا، فالرقية إذا لم يكن فيها شرك كانت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأدعية الشرعية، فإنها لا بأس بها. نعم. إذا حاضت المرأة في أيام الحج فما الواجب في حقها يا شيخ؟ تفعل ما يفعل الحاج، حاضت عائشة رضي الله عنها وهي محرمة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، تؤخر طواف الإفاضة حتى تطهر وتطوف للإفاضة. نعم. السائل يقول أيضا كثرة النذور في وقتنا الحالي من بعض الأشخاص، وهذا الشخص لا يستطيع الإيفاء بها. لا يجوز للإنسان أن يكثر من النذور
وإذا نذر يجب عليه أن يفي بنذره. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال الله جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره، يعني الأبرار، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. قرن النذر مع النفقة مع الصدقة، دل على أن النذر عبادة لله عز وجل. نعم. هذا يستفسر ويقول: ما معنى الحديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى؟ معنى الحديث أنه لا يسافر إلى مكان لأجل الصلاة فيه، لأجل الصلاة فيه والعبادة فيه، إلا للمساجد 3: مسجد الحرام والمسجد النبوي بالمدينة والمسجد الأقصى بفلسطين، لأن هذه المساجد الأنبياء، هذه يسافر لأجل العبادة فيها والصلاة فيها. صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سوى، صلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة فيما سوى، صلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة فيما سواه. نعم. يعتقد، يقول السائل، بعض الناس بأن النعيم في الجنة خاص بالرجال دون النساء. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالرجال والنساء سواء في الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم. يقول السائل: يا شيخ، أنا استفتح صلاتي دائما بدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. نعم، هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يقوله في قيام الليل، كان يقول هذا الاستفتاح في قيام الليل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل عن التلبية، يقول: أنا أريد الحج هذه السنة، فمتى تشرع؟ وهل هي للحاج والمعتمر؟ نعم، التلبية للمحرم، هي شعار المحرم، فإذا نوى الإحرام والدخول في النسك يلبي إلى حين يشرع في الطواف، طواف العمرة أو طواف القدوم، وهو يلبي من إحرامه في الميقات إلى أن يشرع في الطواف. نعم. يستفسر أخيرا في ثاني أسئلته عن الآية: وأتموا الحج والعمرة لله. نعم، الآية واضحة: أتموا الحج والعمرة، يعني بأداء مناسكهما على الوجه المطلوب والمشروع لله، يعني خالصة لله، فلا بد من الجمع بين الأمرين: الإتمام للحج والعمرة على وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: خذوا عني مناسككم، والأمر الثاني الإخلاص لله عز وجل في الحج وفي غيره من العبادات، لا يكون فيه رياء ولا سمعة ولا طلب دنيا ولا يكون فيهما شرك. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت السائلة تقول بأنها قرأت في أحد الكتب: على المرء أن يكون له خبيئة من عمله، ما المقصود بهذا؟ خبيئة يعني ذخر، يكون له ذخر عند الله سبحانه وتعالى من عمله، يجده عند الله يوم القيامة أحوج ما يكون إليه. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا يقول: أريد أن أحج هذه السنة مع حملة حجيج، فبأي المناسك أخذ؟ وهذه أول مرة وأنا في 35 من عمري. الأفضل أن تأخذ بالتمتع، تحرم بالعمرة أولا، ثم إذا وصلت إلى مكة تؤدي مناسك العمرة وتتحلل منها، فإذا كان يوم 8 يوم التروية تحرم بالحج، هذا هو التمتع، وتذبح فدية. نعم. يقول السائل أيضا: قال لي أحد الأشخاص بأنه لا يكتمل الحج إلا إذا قمت بزيارة للمدينة النبوية. هذا كلام غير صحيح، لا علاقة بزيارة المدينة أو زيارة المسجد النبوي، لا علاقة لها بالحج، وليست من توابع الحج ولا من مكملاته، وزيارة المسجد النبوي ليس لها وقت، بل تجوز على طول السنة. نعم. يقول: هناك إمام مسجد يقرأ في فجر الجمعة بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية بالمنافقون. شيخ، السنة هذا في صلاة الجمعة، أن تقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة والمنافقون في الركعة الثانية من صلاة الجمعة، وليست تقرأ في الفجر. الفجر السنة أن تقرأ فيها بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، سورة الإنسان، هذا هو السنة. نعم. الأخت سعد تقول: والدنا شديد التعامل مع أولاده شيخ، وعنده قسوة في التعامل فيما بيننا، هل نقوم بنصحه أو نوكل شخص يقوم بنصحه؟ كله جائز، وإن
قمتم بنصحه أنتم فهذا أفضل، وإن وكلتم من ينصحه فهذا جائز. نعم. المرأة يا شيخ صالح هل عليها أذان وإقامة؟ لا، ليس على المرأة أذان ولا إقامة، إنما هذا للرجال. نعم. أخيرا الحاكم يا شيخ، الضابط فيه إذا خاف أن تفوته الصلاة هل يصلي حاقنا؟ لا، ما يجوز، يكره، لأن هذا يذهب الخشوع. الحاقن والحاقب للغائط لا يجوز له أن يدخل الصلاة في هذه الحالة، لأنه يتشوش فكره، لا يحصل له الخشوع في الصلاة، بل يتخلى عن هذه الأمور أولا ثم يتوضأ ويصلي ولو فاتته صلاة الجماعة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم على ما بينتم لنا وللإخوتي والأخوات الذين يتابعون هذا البرنامج. أشكر فريق العمل في هذا البرنامج، كما أشكر الزميل عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء من مكتبة الشيخ لإذاعة القرآن الكريم. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.